انعقاد قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة في الرياض غدا. الإمارات تحتفي بعودة جنودها البواسل المشاركين بالتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن. تظاهرات طلابية بالعراق للتنديد بأعمال العنف التي طالت المحتجين. مقتل قيادي حوثي في صراع داخلي بين الميليشيا غرب مديرية زبيد بالحديدة. القمة الأفريقية بأثيوبيا تؤكد على ضرورة الحل السياسي في ليبيا. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدعو لتشكيل قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب. بدء أعمال الدورة 33 لقمة الاتحاد الأفريقي في أثيوبيا. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 811 شخصا. السلطات البريطانية تسجل رابع إصابة بفيروس كورونا.